الغزالي، وإن كان السؤال قد يكون قاسي أو شديد، يعني يختلف بعض الناس الآن أن الغزالي الآن ثبت بما لا يقبل الشك رده لأحاديث صحيحة، ولا يردها بدعوى أنها لم تثبت عنده، ما قال في صحتها شيء، لكن رد الأخذ به. يعني ما أدري، هل يمكن أن يقال قد يخرجه هذا من الملة؟ لا إلا بشرط. أنت أظن تعلم أن الكفر الذي يخرج من الملة له علاقة بالقلب وليس بالعمل، ومن الخطأ السائد في أذهان كثير من أهل العلم فضلا عن طلاب العلم أن الذي ينكر حديث التواتر فهو كفر، أما الذي ينكر حديث الآحاد فهو فسق. أنا أقول هذا خطأ. والسبب قاسي أو شديد، يعني يختلف بعض الناس الآن أن الغزالي الآن ثبت بما لا يقبل الشك رده لأحاديث صحيحة، ولا يردها بدعوى أنها لم تثبت عنده، ما قال في صحتها شيء، لكن رد الأخذ به. يعني ما أدري، هل يمكن أن يقال قد يخرجه هذا من الملة؟ لا إلا بشرط. أنت أظن تعلم أن الكفر الذي يخرج من الملة له علاقة بالقلب وليس بالعمل، ومن الخطأ السائد في أذهان كثير من أهل العلم فضلا عن طلاب العلم أن الذي ينكر حديث التواتر فهو كفر، أما الذي ينكر حديث الآحاد فهو فسق. أنا أقول هذا خطأ. والسبب أنني أستطيع أن أتصور العكس تماما، فأقول رجل أنكر حديث آحاد يمكن أن يكون كافر، وهو غير متواتر. نعم. وعليكم السلام. أحمد الله إليك. الحمد لله. إذا أخذه راتبا ولم يأخذ أجرا لا، أما إذا أخذه أجرا فبلى. وإن التفصيل هذا لابد منه. وفيك بارك. أهلين. السلام عليكم. هذا الذي أنكر حديث الآحاد، وأريد أن ألفت النظر أن حديث الآحاد في اصطلاح العلماء لا يعني المعنى اللغوي، يعني رواه فرد، لا، ما دون التواتر، هذا هو. فهذا الحديث حد التواتر كم يا شيخ؟ أحفظ سؤالك لأن هذا له بحث خاص. فحديث ما آحاد أنكره منكر ما، فإذا كان يعتقد في قرارة قلبه أن هذا الحديث نطق به الرسول عليه السلام فقد كفر وخرج من الدين كما تخرج الشعر من العجين. برد العمل به؟ لا، ما لوش علاقة القضية برد العمل، لمجرد أنه اعترف بقلبه أن الرسول قال هذا ثم هو أنكره. هذا اللي يقول يعني أنكره رد العمل به. قد يكون ليس له علاقة بالعمل، يعني يقره ولا يعمل به.
وارد هذا الحال؟ يا أخي قضية العمل به بيدخل في حديث الأحكام. نعم. أما المسألة أوسع من ذلك. اتضح. وبالعكس قد أتصور إنسانا ينكر حديثا متواترا ولا يكفر. يقول شيخنا. نعم.